طبعا احنا بنتكلم عندنا هنا في يعني بنتكلم ان انا بحط ار اف انرجي للسبينز اللي عندي او للنيوكلياي اللي موجوده عندي. اللي بيحصل طبعا نتيجه ان انا يعني بحط الانرجي دي والانرجي بتمتص بين النيوكلياي دي، يبقى معنى كده ان انا برفع الانرجي ليفل بتاع النيوكلياي دي او الانرجي ستيت بتاعت النيوكلياي دي. فمعنى كده ان انا بعد شويه، يعني الحاجات اللي احنا كنا شفناها برضو في شابتر 3 في الفيزيكس، ان لازم ترجع تاني للجراوند ستيت. لما ترجع تاني للجراوند ستيت المفروض انها تجيف اوف الانرجي دي زي ما كنت بتكلم، هيبقى عندي سيجنال بعد كده بتبقى ريسيفد نتيجه لكده، وفي الوقت نفسه يعني بريكفر الستيت بتاعتي اللي كانت في الاول خالص، ان كل السبينز بتاعتي او كل النوكلياي بتاعتي الايند مع الماجنتيك فيلد مع البي زيرو في اتجاه الزي. اوكي، فالاكوليبريم طبعا زي ما احنا كنا شفنا قبل كده is by definition the lowest energy state possible. وانس الار اف بولس از تيرند اوف the protons will have to realign with the axis of the B0 magnetic field and give off or give up all their excess energy. Okay. فالكلام ده بيحصل حقيقة بشكل exponential بالشكل ده كده، ان انا يعني لو انا فرضا عملت 90 degree flip angle بيبقى عندي الماجنتايزيشن في اتجاه الزي اللي هو النت ماجنتايزيشن كومبوننت اتجاه الزي بتبقى زيرو في الاول خالص بعد الار اف بالس مباشرة. اوكي، لان كل النت ماجنتايزيشن دلوقتي موجود في اتجاه الاكس واي، بيبتدي يحصل بيلد اب للسبينز في اتجاه البي زيرو او في اتجاه الزي بطريقه اكسبوننشال بيلد اب كده بالشكل ده كده. اوكي، لغايه لما اوصل تاني يبقى البي الام نود بتاعتي او النت ماجنتايزيشن كله في اتجاه الايه، في اتجاه الزي. اوكي، ده بيحصل بتايم كونستانت معين، وطبعا بيبقى مهم جدا ان انا اعرف تايم كونستانت ده عشان اقدر بعد كده استعمله في الابلكيشنز بتاعتي.